بسم الله الرحمن الرحيم. يشهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح الأثنين إطلاق عدد من الحيوانات البرية ومجموعة من الزواحف والقوارض في محمية الظليمة في منطقة البطايح التي عملت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية على تأهيلها لتكون متوازنة بيئيا وتتوفر فيها أهم العوامل الطبيعية لتكييف الحيوانات. رغم ما تشهده دولة الإمارات حاليا من التوسع العمراني السريع والنمو السكاني الهائل وجهود تنويع مصادر الاقتصاد، إلا أن حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية لم تغب أبدا عن قائمة أولويات حكومتها الرشيدة. وعملا بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، الداعية إلى المحافظة على البيئة والسعي إلى إعادة التوازن البيئي لصحاري ومناطق دولة الإمارات، جاءت دعوة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للحفاظ على البيئة التي اعتبرها سموه مسؤولية مشتركة وواجبا وطنيا. نتمنى من الشباب الذي والرحالة الذين يخرجون أن يحافظوا على هذه الحيوانات وكذلك على النباتات. يعني أنا هنا ننتج، أنا عندي من المشاة البلدية أو المشاة هنا في القصر بننتج أعداد كبيرة ما يقارب من حوالي 1,000,000 شجرة في السنة. هذه كلها نباتات صحراوية، أشجار صحراوية، وبدأنا نزرع. وبعد ما نزرع الصحراء بهذه الأشجار نرجع الحياة الطبيعية البيئية إليها، نضع فيها من كل الحيوانات، يعني فيها من يعني حتى الأفاعي، حتى الفيران البرية، كلها هذه ترجع وتبقى تعمل لي اتزان في الطبيعة. وهذا كذلك عمل كبير، فأتمنى يعني بجانب أنكم تساعدوني أن نقوم بهذه الأشياء أن تمنعوا وتغاروا على هذه الصحراء التي بدأت يعني تنهار وأصبحت قاحلة. المحميات الطبيعية في إمارة الشارقة تمثل خطوة مهمة في تجسيد توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة السامية التي تضمن الحفاظ على توازن النظم البيئية وصون تنوعها الإحيائي والطبيعي. وفي إطار هذا الاهتمام جاءت المشاريع البيئية لإمارة الشارقة التي تعكس مدى حرص سموه على الحفاظ على المنظومة البيئية، حيث سيطلق صاحب السمو حاكم الشارقة في محمية الظليمة في منطقة البطائح عددا من الحيوانات البرية كالغزلان والريم ومجموعة من الزواحف والقوارض التي عملت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية على تأهيلها لتكون متوازنة بيئيا تتوفر فيها أهم العوامل الطبيعية لتكيف الحيوانات. كما سيتم قريبا إطلاق بعض الغزلان والحيوانات الجبلية في محمية وادي الحلو التي تم تشجيرها بغرس عدد من الشتلات على جبلي الإقليع والشعيبات بمنطقة وادي الحلو التابعة لإمارة الشارقة، وذلك ضمن مشروع تشجير جبال الوادي. وفي شهر أبريل المقبل سيتم إطلاق مجموعة كبيرة من الحيوانات في محمية الحفية بمدينة كلباء تشمل جميع أنواع الحيوانات الجبلية والصحراوية وحتى البحرية، لتشكل هذه المحمية مزارا لكثير من الأهالي وزوار الدولة للاستمتاع بمشاهدة حيوانات هذه المنطقة. كذلك محمية الرفيسة في خرفكان ستحوي الكثير من الحيوانات التي كانت تقطن المنطقة. ويعد مركز حماية وإكثار الحيوانات العربية البرية المهددة بالانقراض واحدا من أنجح وأهم المراكز في المنطقة بأسرها، حيث استعمل هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة على حماية الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض من خلال برنامج التكاثر للأنواع المهددة بالانقراض خاصة في الإمارات الشمالية وعبر إجراء الدراسات المتخصصة على الحيوانات. كما من المقرر افتتاح محمية واسطة المخصصة للطيور بعد محمية الحفية وفي محمية مليحة التي استؤنفت الزراعة فيها، حيث بدأت طبيعتها بالتغير وتحتاج إلى أكثر من 7 ملايين شجرة. هذا بالإضافة إلى محمية القرم في خور كلباء التي تعتبر ملجأ رائعا لأنواع مختلفة من الطيور ومحمية صير بنعير.
دعوة صاحب السمو حاكم الشارقة أفراد المجتمع إلى المحافظة على الحياة الفطرية من حيوانات ونباتات وزراعة الصحراء لم يأتي من فراغ، حيث عمل سموه على الاعتناء بالنباتات وإكثارها منذ 30 سنة، واستطاع أن يعيد 10 أنواع من الأعشاب والشجيرات المنقرضة إلى الطبيعة.